عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الخبز يعني بالزيتون كحال، وخبز بالزيتون يعني خضر إن شاء الله. غادي نشوفوا الطريقة باش غادي نقدم لكم هذا الخبز اللي هو من الدقيق الكامل إن شاء الله ديال الزرع. غادي نشوفوا الطريقة. مرحبا بكم دائما في القناة ديالكم اللي هي قناة اللي كتقدم لكم دائما الجديدها كل يوم، ونمشيو نشوفوا المقادير. مرحبا، عندنا هنا 1 كيلو 200 ديال الدقيق الكامل، عندنا هنا النخالة ديالو اللي كتكون معاه، يعني هنا عندنا الزيتون الخضر، عندنا هنا الزيتون الكحل، وعندنا شوية ديال السكر. وغادي ناخذ هنا معلقة، ماشي هاد الكمية ديال السكر، غادي ناخذ معلقة صغيرة ديال السكر، غادي ناخذ واحد المعلقة ديال الخميرة، يعني 20 غرام ديال الخميرة، 21 غرام ديال السكر، واحد نص معلقة صغيرة ديال الملحة إن شاء الله، وشوية ديال زيت الزيتون اللي غنديروا الخبز ديالنا. قبل ما ندير إن شاء الله غادي نضيفه هنا فوق الزيتون ديالنا، غادي نعطيه واحد المعلقة ديال زيت العود وشوية ديال الزعتر. كذلك غادي نفس العملية للزيتون ديالي، معلقة ديال زيت العود وشوية ديال الزعتر إن شاء الله. بطبيعة الحال غادي نديروا الماء دافي، غادي نصوبوا العجينة ديالنا، غادي نديروه يتعجن. العجين ديالنا غادي نديرو يتعجن، غادي نضيفو إن شاء الله الملحة، غادي نضيفو السكر، وغادي نضيفو هاد شوية ديال زيت العود، وغادي نخليو العجينة ديالنا تتعجن. نضيفو شوية د الماء، والماء بطبيعة الحال دافي دروك، يعني بارد الحال بزاف. وفي الأخير إن شاء الله غادي نضيفو شوية الخميرة. العجين ديالنا غادي نضيفو واحد 15 غرام ديال الخميرة، يعني غير شوية ماشي بزاف، لان غادي تستغرق العمليه التخمار ديالو اسميتو يعني واحد الوقت كبير. بالنسبه للناس اللي عندهم عجينه الخميره ديال الحبوب، غادي يديروها في شويه الماء قبل ما يديروها في العجين ديالهم باش تطلق، ويردوا البال، يردوا البال انهم ان شاء الله ما العجينه ديالهم تجيهم قصحه على هذه، باش داك شويه الماء غادي يرطبها مازال نفس المقدار، يعني 15 غرام ديال الخميرة ديال الحبوب. واني غادي يديروها كما قلت لكم في الماء، ويخليو داك الخميرة تلق في الماء ديالهم، وينقصوا من الماء اللي غادي يكون في العجين، باش العجين ديالهم ما يجيهمش جاري، خصو يجي شاد راسو مزيان على هكا. هنا كنخليو العجينة باش تعجن مزيان، باش ما تعجنات العجينة ديالكم كيجي الخبز ديالكم ممتاز ان شاء الله. غادي نطفيو عليها هاد الماء، تعجنات مزيان، ها هي العجينة ديالنا كتجي شادة راسها متماسكة، لانك كتعرفوا ان العجين ديال الزرع كيخصو يتعجن مليحة. ها هو هاد العجين ديالنا، ها هو شاد راسو مزيان. غادي نرشو شويه د النخال لتحت، ونحطو العجين ديالنا، نرشو عليه شويه ديال النخال، نخليوه نغطيوه، نخليوه يتخمر مزيان قبل ما نخدمو به. ناخدو الزيتون ديالنا الكحل، كنديرو فوق منو شويه د الزعتر بحال هكا، ونديرو شويه د الزعتر فوق هاد الاخر حتى هو، وناخدو زيت العود واحد معلقة كبيرة، يعني هكا نفس الطريقة. هاد الزيتون ديالنا راه ما فيهش، يعني ما فيهش الملحة بزاف، يعني ما كيجيش ملح بزاف، باش يجي رائع ان شاء الله. ما خليناها ترتاح شوية، كنقطعوها على حساب العدد ديال الخبز اللي غادي نخرجوا منها، واحد 4 البياسات ديال الخبز ان شاء الله.
اللي غادي يكونوا مهمين شويه كبار، ماشي ما غاديش يجيو صغار. انتوما كنحاولوا نقدوا الكرات ديالنا يجيونا مقادين هكا. هذه خصها شويه، هادي نقصهم شويه من هنا وشويه من هنا ونزيدهم هنا، يعني 4 الكرات ان شاء الله اللي غنديروا ديال الخبز. ندهنوها بشويه الزيت، غير شويه باش ما تلصقش لينا الخبز ديالنا. نجيبوا الخبز ديالنا كنسرحوه شويه بحال هكا، هانتوما هنا كنجيبوا الزيتون ديالنا، كنديروا واحد الكميه هائله، ماشي شي حاجه قليله، كنكتروه في الخبز ديالنا. هنا كنوركو عليه باش يشد لينا هكا. كنحاولوا جميع ارجاء الخبز ديالنا يجينا الزيتون، ماشي غير واحد الكميه بسيطه، لان اللي غادي نقولوا الخبز بالزيتون يعني خبز خصو تكون فيه الزيتون، ماشي يكونوا فيه نقيطات، نقطه من هنا ونقطه من هنا، يعني خصنا يجينا خبز بالزيتون عامر مزيان. كناخدو هذا كنوركو عليه بحال هكا، وكنتنيو الخبز ديالنا بهذه الطريقه. هانتوما ملي كنسدوه كنحاولوا نسدو الجناب ديال الخبز ديالنا، عاد كنخدمو الخبز ديالنا كنخدموه باش يجينا مزيان ان شاء الله. هانتوما كنحاولوا ندخلو هاد، نحاولوا نسدو نجمعو بحال هكا قبل ما نخدموه. هاد البلاصه نسدوها، عاد نخدمو الخبز ديالنا بحال هاد الطريقه. وهنا كنجيبو هانتوما كنعطيه الشرب حتى هو الحرش يهز لينا هاد النخاله مزيان، خص يجينا الخبز ديالنا هاز النخاله مليحه وما يبانوش لينا هاد، يعني هاد الشقاقي ما خصوش يبانو في الخبز ديالنا نهائيا، خصو يجي الخبز ديالنا مسدود. هانتوما بحال هاد الطريقه وهاد الخبز غادي نخليه يخمر واحد الخميره جيده جدا، يعني يخمر مزيان، يخمر لينا مزيان. غادي نصوبو، غادي نحيد الخميره اسميتو ديالي النقاله، غادي نحيدها جانبا ونعاود ندير نفس العمليه. الله، هنا هانتوما الخبز ديالنا كنحاولوا نعطيه واحد المنظر رائع، كنقدوه مزيان وكنضيفو شويه النخاله من الفوق وكندخلوه للفران ديالنا نخليوه يخمر مزيان. يعني الطوا ديالكم ما تديروش فيها 3 و4 البياسات، لان خصنا نعطيوه واحد 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 الوقت باش يعطينا واحد الفوليم كبير ان شاء الله. العمليه اللي درنا في الاول الاخر غادي نديرو نفس العمليه. هنا غادي نديرو الزعتر والزيتون اخضر واحد الكميه معتبره، اللي بغى يدير قل من هذا الشيء ديال الزيتون يقدر يدير غير شويه، اللي بغى غير شويه يدير شويه. هنا كنوركو عليه بحال هكا، نجمعو الخبز ديالنا بهذه الطريقه، كنسدوه هكا هكا، كنتورنيوه بحال هكا. ها هو غادي نديرو ليه بحال هذا هكا هكا، كنجمعو بحال هكا. هذا ان شاء الله غادي
نحاولوا نديروه بطريقه ماشي طريقه باش درناه قبيله. غادي نحاولوا نكورو باش كيجيني فيه الزيتون ديالي كلشي داير به. هانتوما كنحاولوا نزيروه. هنا كنجيب النخاله كنحاول نعطيه من لو وركناه الماء ما خصناش نوركو عليه، لان ها انتم كتشوفوا الزيتون كيبان لنا تحت اسميتو تحت الجلد ديال الخبز ديالنا، الجلد ديال الخبز ديالنا. ها هو الخبز ديالنا كندخلوه للفران لدرجه الحراره 200 درجه. هذه هي النتيجه النهائيه ديال الخبز ديالنا اللي كيجي رائع باذن الله. كيجي هشيش يعني وخفيف، كيجي يعني خصكم تخليوه حتى يخمر. ها انتم شوفوا الخبز ديالنا اللي كنوركو عليه كيجي رطب ورائع. يمكن لنا نقطعوه بحال هكا ونقرملوه، يمكن لنا ناكلوه بحال هكا. هذا خبز ممتاز فيه رائح، يعني فيه الجو ديال الزيتون والجو ديال الزعتر والجو ديال زيت العود، ومن الدقيق الكامل بوحده يعني كيجي ممتاز. نتمنى لكم تجربوه بهذه الطريقة إن شاء الله اللي غادي تعجبكم. راه كيجي ممتاز جيد جدا، وخاصة ملي كنحطو الزيتون كنضيفو عليه شوية زيت العود وكنضيفو فوق منه شوية الزعتر. هنا كيتجمعوا ثلاثة الأدوار، ثلاثة القوات اللي كيعطيو واحد الجو ممتاز جدا، يعني واحد الجو كتحس ملي كتاكلو الخبز كتحسي به. يعني ما كيجيش الخبز كتاكلي العجينة ديال الذرة في المثال وكتوصلي واحد شوية ديال الزيتونة، ولا هنا كتلقاي الزيتون عامر، خبز عامر بالزيتون وداك الكو ديال زيت العود وداك الكو ديال سميتو، كتجي ممتاز جدا ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق ونتمنى لكم تشاركوا في القناه ديالنا وتشجعوا هذه القناه اللي هي قناتكم دائما اللي كتمدكم ان شاء الله بكل خير. ونتمنى لكم التوفيق ومرحبا بكم دائما في هذه القناه واللي هي قناتكم، ونتمنى لكم ان شاء الله كل خير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وشكرا، سمحوا لينا شويه فينا الروح، فينا نهزكم شويه ماشي مشكل. الحمد لله، تبارك الله عليكم والسلام.